في الواقع الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي خيار آخر سوى دعم بوروشينكو، ولكن بصفة رسمية، ولكن بصفة عملية فإن الأوروبيين حذرون جدا من اتخاذ أي مواقف الآن مناهضة لروسيا، لأنهم يدركون مثل نايتو أن كل من بوروشينكو وبوتين يتصرفان لدوافع داخلية، وأن المواجهة الحالية هي مواجهة مفتعلة، فبوروشينكو مقدم على حملة انتخابية رئاسية صعبة جدا بالنسبة إليه. أما الرئيس بوتين فهو أيضا يعاني من أوضاع داخلية صعبة بسبب صعوبة تمرير قانون التقاعد، وبسبب أيضا العديد من انخفاض شعبيته في روسيا. وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي له مشاكل أخرى الآن، له البريكسيت، له متاعب مع الرئيس. لكن رغم هذا الحذر الذي تشير إليه سيد علي من الجانب الأوروبي، لكن هناك تلويح بفكرة فرض المزيد من العقوبات على موسكو. نعم، هذا الأمر يتم تداوله، ولكن الضغوط الآن هي على وجه التحديد على ألمانيا التي تقود الاتحاد الأوروبي حاليا، وتقود أيضا عملية مينسك مع فرنسا. والموقف الرسمي المتداول في الكواليس الأوروبية يقول أن ضروري من دعوة الطرفين للعدول عن